نتابع موضوع غاية في الأهمية، الاهتمام بالمناخ مش بس ليه علاقة بتلوث الجو والانبعاثات، كمان مرتبط بشكل كبير جدا بالحفاظ على البحار والمحيطات. وكنا لسه بنتكلم مع حضراتكم امبارح عن قمة محيط واحد اللي بتعقد في فرنسا منذ عام 2017 وبتعنى بالاقتصاد الأزرق. ليه بنهتم بالبحار والمحيطات؟ لأن هي بتمثل 3/4 الكرة الأرضية، بتأثر على الأكسجين، لأن هي بتتأثر بشكل كبير جدا بالاحتباس الحراري، وكمان بتأثر بشكل كبير جدا على قطاع كبير وهو الثروة السمكية، ودي صناعة بتقدر بمليارات الدولارات. عشان كده أطلقوا على الاهتمام بالمحيطات والحفاظ عليها من النفايات اسم التحول إلى الاقتصاد الأزرق. إيه هو الاقتصاد الأزرق؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا التقرير. الاقتصاد الأزرق هو مصطلح ظهر في أعقاب مؤتمر ريو زائد 20 عام 2012، وذلك للتأكيد على صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، مستنداً إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية، وهي واجبة من أجل استدامة الاقتصادات القائمة على المحيطات، حيث يضم قطاع الثروة السمكية اليوم صناعة تقدر بمليارات الدولارات، وتعد مصدراً حيوياً للغذاء والتغذية وفرص العمل والتجارة والرفاهية الاقتصادية. النمو الأزرق يعني تحرير إمكانات البحار والمحيطات، ومن أجل دعم هذا التحول أطلقت منظمة الفاو مبادرة النمو الأزرق الجديدة، والتي من خلالها تمت مساعدة البلدان في وضع وتنفيذ الاقتصاد الأزرق وأجندات النمو، وذلك للمزيد من تسخير إمكانات المحيطات والبحار. وأطلقت الأمم المتحدة حملة بحار نظيفة بهدف القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية والتركيز على إنهاء استخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل. وتسعى الحملة أيضاً إلى حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك، خاصة في مجال الصناعة، للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية، وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الاستهلاك إلى أنماط أكثر استدامة، حيث إنه تقدر كميات المخلفات التي تصل إلى البحار والمحيطات سنوياً بأكثر من 10 ملايين طن. كذلك يمثل البلاستيك بمنتجاته المتعددة النسبة الأكبر منها، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع لمواجهة هذا الخطر. ويعمل النمو الأزرق على إلغاء ممارسات الصيد الضارة المعروفة باسم الصيد الجائر، وتحسين بناء مصائد الأسماك المستدامة، وإنهاء الصيد غير المشروع، مع ضمان تدابير مصممة خصيصاً من أجل تعزيز التعاون بين الدول، وأن يعمل كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية. هو ده ببساطة مفهوم الاقتصاد الأزرق، حسن إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها، حفاظ على البحار والمحيطات من التلوث. ولعل أبرز أسباب تلوث البحار والمحيطات زي ما جه في التقرير وزي ما دايما بنتكلم وبالنادي، البلاستيك، المواد البلاستيكية اللي بنرميها، سواء رميناها في الشارع فالهواء بيطيرها تنزل في البحر، أو اللي بنرميها بشكل مباشر في البحار. ده بيكون له تأثير كبير جدا. ليه؟ لأنها لا تتحلل، هي بس بتتفتت، فممكن الأسماك تاكلها، فبيؤدي إلى نفوق كمية كبيرة جدا من الأسماك. وزي ما كنا بنقول وكان بيقول التقرير، دي صناعة بتقدر بمليارات الدولارات. ده حقيقي يا أستاذ، يعني أخيرا المجتمع الدولي ابتدى يدرك خطورة المخلفات الموجودة في البحار. زي ما أنت قلت، السمك لما بياكل المخلفات دي بيموت في المية، وبعض الأسماك بيجيلها في الحقيقة أورام حتى، وبنرجع إحنا بعدها ناكلها. صحيح. فبنصاب إحنا كمان بأمراض. فابتدى المجتمع الدولي يحط أو يسن قوانين وسياسات غاية في الصرامة، وابتدى العالم كله دلوقتي على طبعا التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى بعض الناس ابتدت تقوم يمكن بينادوا أكتر المجتمع الدولي بسرعة التحرك ضد هذا النوع من المخلفات، وفي الحقيقة بتدمر البيئة كلها.